غدا هتنطلق اجتماعات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية. الاجتماعات بتنطلق بمشاركة دول إقليمية ودول من كافة أنحاء العالم لبحث توحيد الموقف الدولي عن آلية حل الأزمة الليبية ودعم أي حل سياسي مطروح بتتفق عليه الأطراف السياسية الليبية. في تطور جديد قبل عقد المؤتمر الدولي، أقدمت عدد من القبائل الليبية على تعطيل ووقف إنتاج النفط والغاز في عدد من الحقول، وده احتجاجا على استغلال المجلس الرئاسي الليبي لعوائد النفط في دعم المرتزقة السوريين اللي بترسلهم تركيا لطرابلس. فرصة جديدة لحلحلة الأزمة يمثلها انعقاد المؤتمر الدولي الخاص بليبيا في العاصمة الألمانية برلين، وذلك في أعقاب فشل محادثات العاصمة الروسية موسكو في تحقيق هدنة ولو مؤقتة بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر من جانب، وحكومة الوفاق بقيادة رئيس الوزراء فايز السراج والمدعوم بعدد من الميليشيات المسلحة من جانب آخر. مؤتمر برلين يحظى بمشاركة موسعة من دول الجوار الليبي وعلى رأسها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي توجه إلى ألمانيا للمشاركة في المؤتمر وطرح الرؤية المصرية حول الأزمة باعتبار القاهرة أكثر دول الجوار الليبي المؤثرة، كما تشارك بالمؤتمر دولة الجزائر. ومن جانبها دعت ألمانيا الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين للمشاركة، فضلا عن دعوة إيطاليا باعتبارها دولة متشاطئة مع ليبيا على البحر المتوسط، إضافة إلى الإمارات والكونغو ومنظمات دولية وإقليمية كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية. ويمثل مؤتمر برلين عودة للأوروبيين مرة أخرى للمشهد في ليبيا والتي تعد بوابة لعبور اللاجئين إلى أوروبا، فضلا عن التحدي الأمني والذي يتمثل في عبور مسلحين عبر ممر الشواطئ الليبية إلى السواحل الأوروبية. إيجاد مسار جديد يضع حدا للصراع في ليبيا في ظل التطورات الأخيرة على الأرض هو الهدف الرئيسي لمؤتمر برلين والذي يعول عليه الكثيرون لحل الأزمة الحالية. فهل ينجح القادة المجتمعون في ألمانيا في استعادة الأمن والاستقرار الغائب عن ليبيا؟ سؤال سيجيب عنه ما ينتج عن المؤتمر من توصيات واتفاقيات. من مصر، طارق أحمد.